سيد، وانت ممكن تستخدم السلاح ده على اي حد؟ صدق سعادتك انا عمري ما فكرت ان اشيل سلاح، بس دلوقتي لازم اشيل سلاح، بقت شغلتي بقى لازم احمي اللي بحرسه، بس عمري ما فكرت اذا كنت اقدر استخدمه ولا لا. دي باسانت هان، ممكن ارد؟ ايوه هانم دلوقتي. طيب ممكن تديني ساعة زمن بس واكون عند حضرتك؟ انا في مشوار شغل مع ريهام هانم. لا مش هقول لها طبعا. مع السلامة. هي بس انت متعودة تكلمك كده على طول في اي وقت؟ لما بيكون ليا غلط في حاجة بس. يعني ايه؟ مش فاهم. عايزة الصراحة. لو تحب. هي غالبا مكلماني دلوقتي عشان تعرف اخبارك. انا نسيت اقولك انها هتديلي دبل المرتب عشان اتجسس عليكي. خير يا فندم؟ عايزك تجيب لي محامي شمال لباسه. نعم، وده انا اجيبه منين ان شاء الله؟ واعرف منين اذا كان يمين ولا شمال؟ دي مشكلتك يا سيد. مين بس اللي قال انها مشكلتي حضرتك؟ اسمع، اللف والدوران ده مش هينفع معايا. انا كنت عند باسم وقال لي على كل حاجه، وانا بقول لك اهو يا سيد، اذا ما ساعدتنيش انا هروح ابلغ عنك وهقول اني شفتك وانت بتدي لباسم الباسبور المزور، وساعتها هتبقى انتوا الاثنين زملاء في قضيه واحده. يا ربي، هي الناس بس بتعمل في بعضها كده ليه في القريه دي؟ لا ومش بس كده، انا كمان هقول ان انا شفتك وانت بتجيب له حشيش. فاكر الحشيش اللي ما كنتش تعرف شكله يا سيد؟ عرفته يا فندم، ده طلع فتان مش بس مفتري. انا اللي عندي قلته والدور عليك. وانا يعني عندي اختيار تاني؟ يعني هتتصرف؟ ده عشان سعادتك بس يا فندم، انما هو حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى يلا وريني همتك وبسرعه. حاضر، هدبر اموري واتصل بيك على طول يا فندم. ربنا على المفتري. الو، يا متر. اهلا اهلا يا سيد. ايوه يا سيدي، بتريش طبعا والقشيه معدن. ريش وماشيه معدن؟ ايه مش عملت اللي عليا؟ في ايه تاني؟ الله، يعني ايه عملت اللي عليك؟ لسه الافراج الصحي، والراجل في المستشفى يعني عزه. افراج صحي؟ لا يا حبيبي، ده ليه حساب تاني. يا سيدي سيبك من الحساب، الحساب يجمع. ده انا جايب لك حته زبون يا متر، بنت اكبر رجل اعمال في مصر. بجد يا استاذ سيد؟ هو ايه اللي بجد؟ انا ههزر معاك. فتح انت بس مخك وشوف لنا واحد يشيل قضيه كده بتاعت سنتين ثلاثه. لا معلش يا ابو سيد، واحده واحده علي عشان اعرف اجيب لك الراجل المناسب واعرف اقدر اتعابي كويس. الله عليك، اسمع يا واطي. الموضوع طلع بعيد عن سعادتك خالص يا هنا. خير؟ عايزين اجيب لها محامي للرزل ده ابن عمها اللي اسمه باسم. غريبه قوي، وانت تجيب لها محامي ليه؟ اشمعنى انت؟ ما عندهم دهية قانونية اسمها ابو اليزيد، بيلعب بالقانون لعب. واضح انها مش عايزة سالم بياخد فكرة عن الموضوع من اصله، وإلا كانوا فعلا زي ما سعادتك بتقولي كلموا ابو اليزيد وجابوا من الاخر. طب وهي ايه اللي يخليها تثق فيك انك مش هتجيب سيرة لباباها؟ ما هي قعدت تعيط بقى يا فندم وتحلفني بالاحياء والاموات اني ما اجيبش سيرة لحد. بس انا لو خبيت عن الدنيا كلها مش هخبي عنك يا فندم. بس انا ليا طلب. ما تخافش، مش هجيب سيرة لسالم، بس مش علشانها، علشانك. ربنا يخليكي، كده مش فاضل غير انك تسمحي لي اسافر مع المحامي. هقول لك ايه، روح. عن اذنك. دي رابع سنه ليا هنا يا سيد، انما انت بتسال ليه؟ يعني دايس انت الدنيا هنا شبر شبر وعارفها كويس. ها تقريبا سيد. انا مش فاهمك، ما تسالني على طول على اللي انت عايزه. بقول لك ايه، شفتش هنا عربيه شروكي سودا كده متفيمه في القريه؟ باين. باين؟ لا باين انك بتصيح. انا هصيع لي يا سيد. عشان انت عارف ان هي دي العربيه اللي ضربت اشرف الله يرحمه. اديك قلت يا سيد، الله يرحمه. يعني ايه؟ يعني الحي ابى من ميت يا سيد. العربيه دي بتاعت مين؟ مش بتاعت حد. تاني؟ تاني هتصيع يا ارنول؟ اهدى بس يا سيد. العربيه دي انا شفتها مره واحده وكانت صدفه. اشرفية! مالك يا اشرفية؟ لا حول الله يا رب. يعني ايه؟ عربية سليمان هي اللي ضربت الضابط أشرف؟ في ايه بين سليمان وأشرف بيه؟
معرفش معرفش يا سيد ومش عايز اعرف. يعني مش عايز اعرف؟ انت مش هتبلغ؟ ايه ابلغ؟ اسمع يا سيد، انا في داركم لحم، عندي عيال عايز اربيهم، والعيال دي لا بتاكل تراب ولا بدفع مصاريف مدارسهم تراب، وانا ما صدقت اتثبت في شغلانه يا سيد. والمثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح يا صاحبي، وانا مش مرشد للبوليس، داخليها تعرف بطريقتها، انما انا لا شفت ولا سمعت. ومات الكلام في السكه دي يا صاحبي. فهمت بقى يا ابو اليزيد، انت لازم تكون موجود بكره، ما انت الوحيد اللي بيعرف يهندل الحسونه ده. انا اصلي مش ناقص وجع دماغ. سلام. ريحتي وارتحتي. اتفضل ابو العز باشا. اسبقوا انتوا بالحاجه على اليخت، هتلاقوا سليمان بيه مستنيكوا هناك. انجز يا بورعي. ماشي ابو العز باشا. مش كنا استنينا شويه لما نعرف ايه النظام؟ نظام ايه ويا حسنون اللي بتتكلم عليه يا عم حسونة؟ الراجل عازمنا على الغدا عنده في بيته، وسليمان مكلمني قدامك في التليفون وقال لي ابعتوا لي الفلوس على اليخت، انا مستنيها هناك. يلا يا عم ادخل. يا رب يا ساتر. خش يا حسونة. شايف؟ الله الله الله. طب ما المتر موجود اهو، امال يعني ما جابلناش سيره انه هيبقى موجود الليله دي؟ عشان تعذرني لما الفار يلعب في عبي. قلت لك دول بيبصونا لبعض، هات وخد، وبيقسموا مع بعض اول باول. ايوه حسونا، بس الحق يتقال، شغل على ميه بيضة. كفايه ان فلوسنا بتطلع على حساباتنا بره وفي ميعادها، ودي حاجه ما بقتش بتحصل في الايام الغبره دي يا حسونا يا اخويا. الله، انتوا واقفين تعملوا ايه عندكم؟ ما تتفضلوا. شايف الضحكة الصفرة اللي على وشه؟ لو ضحك لك ضحكة صفرة اضحك له انت ضحكة برتقاني. خليك هولندي في الحاجات دي، لما يفهم ان انت بتغاب عليه هيكش. برتقاني كده؟ لا اتغاب اكتر. ايوه خليك ثابت على الغباوة دي. خش عليه. وسيد قال لي ان مفيش غيرك ممكن يشوف لنا حل. بس كده الحكاية مع قرابة شوية. وهي لو مش مع قرابة جينا لك ليها برنس المحاماة؟ ماشي يا سيد. اتمسك فين بقى بالظبط؟ هو حضرتك ما كنتش مركز معايا؟ في المطار حضرتك، في المطار. يا ست البنات، أنا في قمة التركيز ومركز معاك. أنا عارف إنه اتمسك في المطار، بس المطار ده عبارة عن أجزاء، من المكان اللي بتركيني في العربية للمكان اللي بتاخده منه الطيارة وتسافري، عبارة عن أجزاء. اللهم صلي على النبي، جهبذ حج لا مش سهلة خالص ده لسه. معرفش، مش فاكرة بالتحديد. لا لازم تركزي، لو عايزه تاخدي مني راي نهائي لازم تركزي. اهدى انت بس ما توترهاش.